ايوه يا لميس، في حاجه حصلت في الشركه ولا ايه؟ مدام نهله اتقتلت. ايه؟ اتقتلت؟ امتى حصل الكلام ده وفين؟ لقوها مقتوله في الفيلا بتاعتها. جوه فيلتها؟ ازاي يعني؟ ما هي كانت معينه بودي جاردات وامن على الفيلا. مين اللي ممكن يخش يعمل كده؟ فتحي، انت مالكش يد في اللي حصل ده. ايه اللي انت بتقوليه ده لميس؟ وانا ايه مصلحتي في اني اقتلها؟ الورق اللي كانت بتهددك بيه. لا، موضوع الورق ده خلصته انا امبارح واللي بينا انتهى، وكويس جدا انه ده حصل امبارح، والا كنت هبقى اول المتهمين بقتلها. امال مين يعني اللي هيبقى ليه مصلحه انه ممكن يعمل كده؟ اللي حاول يقتلها قبل كده طبعا. مستر كامل؟ اه، ما هو مش جديد عليه، ما هو حاول يقتل اخوه فضل قبل كده بس طلع منها.